اليوم كنا نجولوا في شوارع الجزائر العاصمة وين تصادفنا بشخص يحمل جيتارة وكان يغني. قربنا نسمعوا صوته وكلماته وكانت المفاجأة أنه كان موهبة قوية جدا. وقررنا نروح نعرفوا شكون. وين لقينا هذا الشخص يقوم بغناء الشعبي بطريقة جميلة جدا. إذا حابين تعرفوا شكون هذا الموهبة تبعوا معنا. معنا اليوم موهبة من مواهب الغناء الجزائري في الغناء الشعبي المعروف، أحمد إزري، اللي هو يعتبر يعني أيقونة وموهبة جزائرية في الغناء الشعبي، واليوم راهو حاضر معنا بقوة وأعطانا شحال من أغنية يعني اللي قدمها للشعب الجزائري، يضفي يعني لمسة خاصة للغناء الجزائري وخاصة الشعبي. الفن الشعبي هذا نقولوا هنايا بديت معاه، يعني كبرت معاه كما يقولوا في سنوات يعني في الستينات، يعني البداية كانت يعني 68 عند ما انقطعت من الدراسة. نحب الفن الشعبي يعني من ولا يعني هذه موهبة، وكنت حتى الآلات بديت بها، يعني الآلة الأولى اللي كنت صنعتها يعني وحدي، ما كانش عندنا الإمكانيات في ذاك الوقت، يعني في الحقيقة الآلة الأولى صنعتها لوحدي. وبديت الأولى يعني في البداية بديت في غير في العزف، بديت في العزف، ثم كانوا شجعوني ناس يعني قالوا لي بلي يعني ما تبقى يعني في نفس الوقت العزف، يعني راك تعزف يعني ما شاء الله، ولكن يعني زيد معها يعني الغناء، يعني عزف وغناء. الله يبارك. تقدر تعطينا يعني مغنيين يعني غناء الشعبي؟ كاين فنانين بزاف، اعطيني فنان تحبه بزاف. في الحقيقه احنا ما نقدرش يعني نختار واحد على واحد، يعني كل الفنانين يعني نبداها يعني بشيخنا، يعني شيخنا هو شيخ الجزائر رحمه الله حاج العنقة، يعني هو يعني شيخنا كلش، كل يعني كاع احنا الفنانين الشعبي يعني نعتبره يعني هو القدوة في الفن الشعبي، هو شيخنا العنقة. أحمد إزري راح يعطينا أغنية عن الجزائر، يعني عن جمال الجزائر وعن الخير اللي راهو في الجزائر، راح يعطينا أغنية بالطريقة يعني أغنية شعبية بطريقته. في أرض الصحراء بكر كبير اللي عايش فيه عرضنا، في أرض الصحراء بكر كبير اللي عايش فيه عرضنا، تحبر من الرملة بهني ثير نخلة بالتمر عسلنا، سيدي ضرضر ولي عاشر بين الويدان وسلمنا، بش ننسى بلاد الخير شي صبر قلبي تندى، بش سوري جيس فاغير وطني غاني ما يبنى. مستقعد مزين تلبغى المولير اللي قاصد لي غسلنا، مستقعد مزين تلبغى المولير اللي قاصد لي غسلنا، حياة الغرب فيه التفسير وهرن علي تقابلنا، سيدي الهواري يا شاعر قصدنا ليك تعاقدنا، مش ننسى بلاد الخير مشي صبر قلبي تغنى، سوري جيس فاقير وطلي غاني ما يفنى. يتلم سلم تفخ من الغير هذه مدينة استغنى، يتلم سلم تفخ من الغير هذه مدينة استغنى، وماش على للوه الحرير المسافر فيها غنى، بلاد البنيال والطير والأصل باقي عاجبنا، كيفاش ننسى بلاد الخير شي صبر قلبي تغنى، اش صوري جيس فاقير وطني غاني ما يفنى. في علبة بشارة وبشير شبان صغار تخاطبنا، في
ودي علابه بشعرها وبشير شبان صغار تخاطبنا الامه بينت لك تحريها القدره جات تعاشرنا لونك باقي بالصبح المونير وفرق صعيب مفكرنا فش ننسى بلاد الخير شي صبر قلبي تهنا فش صغري جاي صفاقير وطني غاني ما يفلغ. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.